مصر تعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة تنمية رأس الحكمة مع الإمارات العربية بتسلو 5 مليارات دولار أخرى. شكري يؤكد أن مصر تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة قبل حلول شهر رمضان، ويحذر من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع. حماس تعلن مقتل 7 محتجزين في غزة في قصف إسرائيلي، والفصائل الفلسطينية تؤكد مواصلة مقاومة محاولات تهجير الفلسطينيين. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تسلم الحكومة 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات العربية بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي لمصر. في بيان لها، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اكتمال الدفعة الأولى لهذه الصفقة بشكل فعلي، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة تسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، لافتا إلى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، مع حصول مصر في غضون شهرين على المبلغ المتبقي. أشادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بالصفقة التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات العربية، والتي بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة. أوضحت الوكالة أن تلك الصفقة من شأنها أن تخفف من ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف. كما توقعت وكالة فيتش تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من العام الجاري.
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تبذل كافة المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالرغم من ضيق الوقت. جاء ذلك خلال مشاركة شكري في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تستضيفه تركيا. وحذر شكري من عواقب أي عملية عسكرية إسرائيلية برية في مدينة رفح الفلسطينية، محذرا كذلك من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع بالمنطقة. كما شدد وزير الخارجية على أن مصر حافظت منذ يوم 8 من أكتوبر الماضي على أن يظل معبر رفح مفتوحا، إلا أن الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون إنفاذ هذه المساعدات. عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاءات على هامش المنتدى مع رئيس شبكة الأمم المتحدة للحلول المستدامة ونائب رئيس مجموعة الأزمات الدولية، كما عقد لقاء برئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا. وتناولت اللقاءات في مجملها أزمة قطاع غزة وأمن البحر الأحمر والأوضاع في السودان وجهود مصر من أجل احتواء تلك الأزمات وإيجاد حلول لها. هذا وقد أجرى وزير الخارجية حوارا مع وكالة الأناضول التركية تضمن رؤية مصر تجاه التحديات والأزمات الراهنة، بالإضافة إلى التطور الذي تشهده العلاقات المصرية التركية عقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة. Launch a new phase in the relationship between the two countries to once again reiterate that both countries have يبدأ وزير الخارجية سامح شكري جولة خليجية تشمل قطر والسعودية، وذلك لرئاسة وفد مصر في أعمال اللجنة العليا المشتركة مع قطر، والاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في إطار آلية التشاور السياسي بين مصر ومجلس التعاون. هذا ومن المقرر أن يترأس الوزير شكري غدا في العاصمة القطرية الدوحة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر. تتناول اللجنة مختلف أوجه العلاقات الثنائية، فضلا عن إجراء مباحثات معمقة بشأن القضايا الإقليمية وعلى رأسها أزمة قطاع غزة وجهود البلدين في سبيل إنفاذ التهدئة ووقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع. أفادت وكالة رويترز بأن المفوضية الأوروبية ستؤخر دفع جزء من مبلغ قدره 82 مليون يورو مقرر تقديمه لوكالة الأونروا فضلا عن تسلمه على دفعات،
مضيفة أنها تعتزم زيادة الدعم الطارئ للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو. يأتي ذلك فيما ناشد مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الجهات المانحة التي أوقفت تمويلها للأونروا التراجع عن مثل هذه القرارات التي تعرض جهود الوكالة الإنسانية وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة للخطر، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. أعربت 17 منظمة دولية غير حكومية عاملة في مجال الإغاثة عن قلقها البالغ إزاء التعليق الحالي والمحتمل لتمويل الأونروا. أضافت المنظمات الدولية أن تعليق الدول المانحة لتمويلها للوكالة سيؤثر بشكل كبير على المساعدات المنقذة لحياة الأكثر من مليوني مدني في غزة، نصفهم من الأطفال. استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة. ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر حي محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا مهولا في مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة عدد آخر، ليرتفع عدد الشهداء في غزة إلى 30,228 فلسطينيا وإصابة 71,377 جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، حيث ارتكبت مجزرة جديدة بحق المدنيين بشارع الرشيد في غزة. يأتي هذا العدوان وسط جدل كبير حول إعاقة قوات الاحتلال وصول القدر الكافي من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، وتشير كذلك تقديرات أممية إلى أن معظم سكان القطاع مهددون بالمجاعة. في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن هدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل، ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب المجازر في غزة، حيث أثارت مجزرة شارع الرشيد في مدينة غزة جدلا واسعا. فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تسعى للحصول بشكل عاجل على معلومات حول ما حدث في شمال غزة الخميس الماضي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن الحادث يبرز الضرورة الملحة إلى التوسع في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع استدامتها ووقف إطلاق النار في إطار اتفاق لتبادل المحتجزين. ولم يكن آلاف الفلسطينيين الجياع الذين توجهوا إلى نقطة لتوزيع المساعدات في مدينة غزة يعلمون أنهم سيلقون مصيرا مشؤوما جراء نيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، فهربوا منها وتعرضوا للدهس والتدافع ليسقط المئات منهم بين شهيد وجريح. مجزرة شارع الرشيد سقط فيها أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى أثناء محاولتهم الحصول على الطعام من شاحنات انتظروها طويلا، ووصلت أخيرا محملة بالدقيق عند دوار النابلس غرب مدينة غزة. غالبية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة تدخل برا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر بعد أن تخضع للتفتيش من قبل إسرائيل. تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة يهددهم خطر المجاعة، خاصة في شمال القطاع. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قالت إنها أدخلت ما يزيد بقليل عن 2,300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال شهر فبراير، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو
50% مقارنة بيناير المنصرم، جريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من جميع دول العالم ليزيد من جرائمه، في الوقت الذي تعالت فيه الأصوات أكثر للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأوضاع في قطاع غزة على شفير الانهيار، مشيرة إلى أن جميع شرايين الحياة في القطاع المحاصر انقطعت بشكل أو بآخر. من جهتها أكد المتحدث باسم المنظمة كريستيان لينماير أن السكان في قطاع غزة يخاطرون بحياتهم، وذلك من أجل الحصول على الغذاء والماء في ظل ما وصلت إليه الأوضاع من جوع ويأس وسط استمرار الهجوم الإسرائيلي. A very sad threshold, similar sad as the 30,000 deaths we reached all over Gaza. And similar like those, these are official records. And as you all point out, exactly, the قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مقتل أكثر من 100 فلسطيني كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة هي مسألة تتطلب تحقيقا مستقلا وفعالا. كما أعرب غوتيريش عن صدمته من تطورات الحرب الإسرائيلية والتي أوقعت أكثر من 30,000 شهيد منذ 7 أكتوبر الماضي. ندد المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد في مدينة غزة بحق فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات، ما أدى لاستشهاد وإصابة المئات. أشار بوريل إلى حاجة المدنيين في غزة إلى المساعدات الإنسانية، مضيفا أن سقوط هذا العدد من الضحايا يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق. But with an additional statement, additional paragraph, which is فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار بيان رئاسي يعبر فيه عن قلقه العميق إزاء المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع رشيد بمدينة غزة. أحبطت الولايات المتحدة إصدار مشروع البيان الذي طرحته الجزائر على طاولة المجلس، ويعبر فيه أعضاء المجلس مجلس الأمن 15 دائمين عن قلقهم العميق إزاء المجزرة، ويحمل المسؤولية لقوات الاحتلال التي أطلقت النار صوب الآلاف من المدنيين العزل. وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية أن الولايات المتحدة صوت ضد النص لرفضها تحميله مسؤولية ما جرى إلى إسرائيل. أعلنت محكمة العدل الدولية أن نيكاراغوا تقدمت بدعوى للمحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتسهيل ارتكاب إبادة جماعية ولتوقفها عن تمويل وكالة الأونروا. يأتي هذا في حين علقت كولومبيا شراء الأسلحة التي تصنعها إسرائيل بعد استشهاد أكثر من 100 شخص خلال تجمعهم للحصول على مساعدات في شمال غزة. في السياق ذاته أكدت الحكومة البرازيلية أن حكومة نتنياهو تظهر من خلال أفعالها وتصريحاتها أن العمل العسكري في غزة ليس له حدود أخلاقية أو قانونية. أعلنت حركة حماس مقتل 7 محتجزين في قطاع غزة نتيجة للقصف الإسرائيلي على القطاع. يأتي ذلك في حين أكدت الفصائل الفلسطينية استمرارها في مقاومة ووقف وإفشال محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وفي بيان صادر عنها بعد اجتماعات في موسكو، أكدت الفصائل الفلسطينية على عدم شرعية الاستيطان والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددة على رفض أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك في إطار المساعي لسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الحرة المستقلة. كما اتفقت الفصائل الفلسطينية على استمرار اجتماعاتها للوصول إلى وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى معاناة الجيش الإسرائيلي من نقص في عدد الجنود، مشيرة إلى حاجة الجيش ل 7,000 جندي إضافي خلال الفترة الراهنة. يأتي ذلك في ظل تكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء استمرار العدوان
على قطاع غزة، وكذلك الاشتباكات المستمرة في أنحاء القطاع بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال. في السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 من ضباطه وجنوده في معارك بقطاع غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستجد سبيلاً لإنهاء عفاء المتشددين من أداء الخدمة العسكرية. أضاف نتنياهو في مؤتمر أن الحكومة ستحدد أهدافاً لتجنيد اليهود المتشددين في الجيش وفي الخدمات المدنية، لافتاً إلى أنه سيتم تحديد كذلك وسائل لتنفيذ هذه الأهداف. كانت المحكمة العليا في إسرائيل قد أبطلت في 2018 قانوناً لإعفاء الذكور المتشددين من التجنيد. جددت الحكومة اليمنية دعوتها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية للتحرك العملي بسرعة إنقاذ البحر الأحمر، وذلك من كارثة بيئية وشيكة. يأتي ذلك بعد مرور 12 يوما على جنوح السفينة روبيمار نتيجة لاستهدافها من قبل قوات الحوثي. أوضحت الخارجية اليمنية أنه بينما تعمل الحكومة اليمنية عبر خلية الأزمة على إنقاذ السفينة المنكوبة لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر، تفاجأت بهجمات جوية استهدفت زورقا لصيادين يمنيين قرب السفينة الجانحة، ما أدى إلى مقتل وفقدان بعض الصيادين وتضرر السفينة. أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات ضد 6 صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة شكلت تهديدا للسفن في البحر الأحمر. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن المسؤولين العسكريين قرروا أن الصواريخ والطائرات المسيرة تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. From a DOD standpoint, but as you know, since the beginning of Russia's invasion, we have worked very hard to get. أظهرت بيانات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أن طلبات اللجوء في التكتل قفزت 18% إلى 14% مليون طلب خلال عام 2023، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين في عام 2015. ذكرت الوكالة أن عدد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات للجوء ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 116,600 لاجئ في أعقاب بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. قضية طلبات اللجوء تشكل رقما فاعلا في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تعقد في يونيو القادم. وفي هذا الإطار أعلنت وكالة أوروبية أن طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي كانت الأكبر عددا في 7 سنوات، مسجلة أكثر من 1,000,000 طلب. ارتفاع طلبات اللجوء يتوقع أن يزيد تمثيل الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة التي تطالب بمعايير دخول أكثر صرامة في البرلمان الأوروبي. واقترب عدد طالبي اللجوء عام 2023 من مستواه في 2015-2016 حين سعى مئات آلاف الأشخاص للحصول على اللجوء في دول غربية. ألمانيا كانت أكثر الدول التي استقبلت أكبر عدد من طلبات اللجوء في 2023 مع حوالي 29% من عددها الإجمالي، وهو ما يشكل مصدر قلق خصوصاً مع تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي. وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، قدم 1,140,000 طلب لجوء العام الماضي في كل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة بالإضافة إلى النرويج وسويسرا المنتسبتين إلى منطقة شنغن، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 18% عن العام 2022، ويؤكد الاتجاه التصاعدي الواضح منذ العام 2020 مع خروج الاتحاد الأوروبي من جائحة كوفيد-19 التي فرضت خلالها قيوداً على السفر. وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء
إن معدل قبول الطلبات العام الماضي بلغ 43%، وهو الأعلى منذ العام 2016. اندلعت حرائق غابات في ولاية تكساس، وتطور أحدها ليصبح واحدا من أكبر الحرائق في تاريخ الولاية، حيث انتشرت النيران بسرعة كبيرة وأحرقت مساحات شاسعة وحولت المناظر الطبيعية إلى رماد، وأدت إلى احتراق العديد من البلدات الصغيرة ومزارع الماشية. سلسلة من حرائق الغابات اجتاحت ولاية تكساس الأمريكية، من بينها حريق أصبح الأكبر في تاريخ الولاية. يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه الحرائق بسرعة مثيرة للقلق، وتسببت في تلون الطبيعة بالسواد على مساحات واسعة من البلدات الصغيرة ومزارع الماشية. الحريق الأكبر المعروف باسم سموك هاوس كريك انتشر على مساحة 3370 كيلومتر، وأطل مناطق في ولاية أوكلاهوما المجاورة. الحريق أصبح حجمه الآن أكبر من مساحة ولاية رود آيلاند، وقالت خدمة غابات تكساس A&M إنه لم يتم احتواء سوى 3% فقط من الحريق، وقد تسببت ألسنة اللهب في تحول مناطق خضراء إلى اللون الأسود على مساحات شاسعة من البلدات الصغيرة ومزارع الماشية. لقطات جوية أظهرت الدمار الذي أحدثته حرائق الغابات في تكساس، والتي تسببت أيضا في إخلاء المنازل من ساكنيها وقطع الكهرباء في الكثير من المناطق داخل الولاية. وكان حاكم ولاية تكساس قد أعلن حالة الكوارث في 60 مقاطعة في الولاية لضمان نشر موارد الاستجابة للحرائق الحرجة بسرعة في مناطق تكساس بانهاندل، والتي تأثرت بحرائق الغابات المدمرة. كما حذرت السلطات في ولاية تكساس من أن الخسائر التي لحقت بالمجتمعات الواقعة بالسهول المرتفعة قد تكون بالغة الخطورة. أكد وزير البترول طارق الملا أهمية منتدى الدول المصدرة للغاز في تعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير ممثلا لمصر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي يعقد بالجزائر قبل القمة 7 لرؤساء الدول وحكومات المنتدى والمقرر انعقادها غدا. يلقي الملا خلال المؤتمر كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد شارك في الاجتماع الذي افتتحه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب وزراء ورؤساء وفود 12 دولة عضوا أساسيا بالمنتدى، بالإضافة إلى 7 دول أعضاء بصفة عضو مراقب. وعلى هامش مشاركته في القمة 7 لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، عقد وزير البترول طارق الملا مباحثات مع وزراء الطاقة في قطر وروسيا الاتحادية وفنزويلا وأمين عام منظمة أوبك. ناقشت هذه اللقاءات سبل دفع التعاون في مجال الطاقة وفتح أفاق جديدة من التعاون في هذا المجال في ضوء الفرص المتاحة. نعت نقابة المهن الموسيقية الموسيقار حلمي بكر الذي وافته المنية اليوم بعد صراع طويل مع المرض. قدم الموسيقار الراحل أكثر من 1500 لحن موسيقي، وتعاون خلال مسيرته مع كبار المطربين في العالم العربي. We'll be right back.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وبعض العواصم والمدن العالمية. بأحوال الطقس ودرجات الحرارة مشاهدين الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية أخبار التاسعة، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العناوين. مصر تعلن اكتمال الدفعة الأولى من صفقة تنمية رأس الحكمة مع الإمارات بتسلم 5 مليارات دولار أخرى. شكري يؤكد أن مصر تواصل مساعيها لوقف إطلاق النار في غزة قبل حلول شهر، يحذر من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع. حماس تعلن مقتل 7 محتجزين في غزة في قصف إسرائيلي، والفصائل الفلسطينية تؤكد مواصلة مقاومة محاولات تهجير الفلسطينيين. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع حضراتكم مع يوسف عبدين. مساء الخير يا يوسف، وأهلا مساء الخير رهام، مساء الخير مصطفى، كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب، كل سنة طيب، حلقة موفقة إن شاء الله. إن شاء الله طبعا العنوان الله. الأول أعتقد أن ده هيكون أهم، ده أول حاجة معانا، ممكن فقرة معنا. عايز أقول أن هو أحد ما يميز برنامج التاسعة أن هو تكملة لنشرة التاسعة، هي باكج على بعضه بشكل مفصل أكتر بالزبط. طبعا كل الموضوعات اللي تحتاج تفصيل أكتر بنحاول نتناولها، بخلاف طبعا الموضوعات الثانية الاجتماعية والإنسانية. ومعنا فقرة مهمة جدا النهاردة، فقرة فنية مع ورثة الإبداع من المبدع الراحل الحاج فهمي عبد الحميد. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا رهام، وشكرا مصطفى، وشكرا كل صناع التاسعة. لحظات مشاهدينا، ونبدأ مع حضراتكم حالا التاسعة.